أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا ملاك جعفر وهذه هي العناوين. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ينقل شروط المتبادلة بين أطراف النزاع، والمعارضة في مأزق مع المحتجين، فهل يستعيد شباب الثورة زمام المبادرة؟ شروط وشروط متبادلة، مبادرات إقليمية ودولية ووساطات متعددة بين أطراف النزاع في اليمن لم تفلح حتى الآن في نقل الوضع هناك إلى حيز الحلول. المعارضون والرئيس علي عبد الله صالح يتبادلون شروط عبر الوسيط الدولي السفير جمال بن عمر من غير تقدم في الأفق، وفي خضم الممحكات السياسية يرى من يسمون أنفسهم بشباب الثورة أن المعارضة تعيق جهودهم في إحداث التغيير وسط لعبة المساومات والمماطلة. فهل أصبحت المعارضة المتمثلة بالمجلس الوطني واللقاء المشترك عبئا على الثورة؟ يصعد المتظاهرون في اليمن احتجاجاتهم، ومع كل يوم يمر يرفعون سقف مطالبهم. المسيرات الضخمة التي جابت شوارع صنعاء واجتازت أحياء ومناطق كانت مغلقة في وجهها طالبت بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد رئيس البلاد علي عبد الله صالح وأقربائه ومعاونيه وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على حد قول المحتجين. لكن الرئيس الذي يطالب المحتجون بإقصائه واعتقاله لا يزال بحسب قول مساعديه يمد يده للحوار مع خصومه، بل هناك من يذهب إلى حد القول إنه قد لا يكون مسؤولا عن العنف الذي يطال المتظاهرين والسكان المدنيين، فمقاليد الأمور برأي هؤلاء أصبحت بيد نائبه عبد ربه منصور هادي. الرئيس اليمني قد بذل كثير جدا من السلطة نقلها إلى النائب منذ أن تعرض لذلك الحادث الإرهابي الجبان منذ 5 أشهر، وعبد ربه منصور هادي هو الذي يسير أمور الدولة. الذي يدير اليمن اليوم هي عصابة مسلحة، لا نائب الرئيس، نائب الرئيس لا يستطيع أن يخرج من غرفته إلا بإذن. هناك أنباء عن موافقة صالح على أن يتولى نائبه التوقيع على آلية أممية لتنفيذ المبادرات الخليجية، إلا أنه أي صالح يصر على رفض إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وذلك إلى ما بعد الانتهاء من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. يقول محللون إن صالح لا يزال يتعامل مع بنود المبادرة الخليجية وتوصيات القرار الدولي 2014 بطريقة انتقائية لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع خصومه وطي ملف الأزمة قريبا. لكن مساعديه ما برحوا يكررون أن الرئيس فعل ما عليه وأن الكرة الآن في مرمى المعارضة، ويتهم هؤلاء بعض القادة المعارضين بتعمد التجوال خارج البلاد للتهرب من الحوار الذي دعا إليه صالح للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية. لا شيء مؤكد على ما يبدو بخصوص الموقف النهائي للرئيس اليمني من مسألة جوهرية في المبادرة الخليجية أو القرار الأممي، ألا وهي مسألة نقل السلطة إلى نائبه، إذ لا توجد خطوة عملية واحدة في هذا الاتجاه تحققت على الأرض، فيما الوقت ينفد ولم يتبقى سوى أيام قليلة يتوجب على المبعوث الدولي جمال بن عمر بعدها تقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في 21 من الشهر الجاري بشأن ما يكون قد أنجز من بنود القرار الدولي. أنور العنسي، بي بي سي. معنا من القاهرة علي سيف حسن رئيس منتدى تنمية سياسية في اليمن، ومعنا عبر الهاتف من أبوظبي الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية. أهلا بكم. أبدأ معك الدكتور ياسين سعيد نعمان. نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يقول إنه وصل مع المعارضة إلى مقاربات بحدود 85%، وما تبقى هو شيء يسير، يقصد بالمبادرة الخليجية. هل هذا صحيح؟ أسعد الله مساكي أولا. أهلا. أنا استمعت حقيقة إلى حديث النائب بالبارحة وفوجئت تماما أن يقول مثل هذا الكلام وهو يدرك أن المبادرة حتى الآن لم توقع من قبلهم. كيف نتحدث عن نسبة إنجاز بلغت 85% كما يقول في الوقت الذي منعنا فيه حتى الآن من توقيع المبادرة الأصلية؟ هذا في تقديري كلام للاستهلاك ليس إلا. طب أين وصلتم إذن؟
الآن عليهم أن يوقعوا المبادرة أولا. المبادرة باعتبارها مرجعية الحل السلمي، ولذلك قبل التوقيع عن المبادرة لا يمكن الحديث عن أي إنجاز كان. ولكن هناك يعني اختلاف يعني الآن حول تفسير هذه المبادرة. يبدو أن الرئيس علي عبد الله صالح يرفض رفضا قطعيا إعادة هيكلة يعني إعادة هيكلة القوات العسكرية الجيش والحرس الجمهوري، بما يعني على أرض الواقع استبعاد نجله وابن أخيه من قيادة الجيش. هل هذا صحيح أيضا؟ يبدو أولا أنهم يقعوا في تناقض كبير بين أن يعلنوا أنهم متفقون أو موافقون على المبادرة التي قدمها الأشقاء في الخليج، وعندما يحين الوقت للتوقيع وفقا لقرار مجلس الأمن يتذرعون بمختلف الحجج، يتحدثون عن التفاصيل. نحن الآن في اللحظة الراهنة لسنا بصدد التفاصيل، المهمة الرئيسية هي التوقيع أولا على المبادرة كما عرضت وكما وقعت عليها المعارضة. نعم. ولكن الرئيس اليمني لديه تفسيرات كثيرة، يعني هناك أيضا صحيفة نشرت أنه تفسيره لإدخال تعديل جديد على آلية تنفيذية للمبادرة، بتفسيره يريد أن يحتفظ بغالبية سلطاته لحين انتخاب رئيس جديد بداية العام المقبل. يعني هناك تفاصيل كثيرة يريد إدخالها على هذه المبادرة. أنت تقول يوقع على المبادرة، ولكن ما الذي يضمن لكم أن تفسيركم لهذه المبادرة هو نفس تفسير الرئيس علي عبد الله صالح ومؤيديه؟ المبادرة كما جاء تتحدث عن نقل سلمي للسلطة. هذا النقل السلمي للسلطة يقوم على قاعدة الاستقالة. عندما تحدثوا أنه بالإمكان إيجاد بديل آخر للاستقالة، قيل حينها من قبلهم أنهم يحددوا إصدار مرسوم رئاسي بنقل السلطة إلى النائب. نعم. هذه الخطوة غير مسؤول عن تنفيذها، ليست المعارضة. ولكن عليهم في هذه الحالة طالما قد اختاروا البديل الآخر لنقل السلطة سلميا عبر إصدار مرسوم، إذن عليهم في هذه الحالة أن ينفذوا مثل هذا القرار الذي اتخذوه. أما الحديث عن التفاصيل فيما يخص المراحل المختلفة للآلية، هذه مسألة سيجري الحديث حولها لاحقا. وقد تم الاتفاق على عدد من بنود هذه المسألة مع نائب الرئيس بحضور الأخ مبعوث الأمين العام الجمال بن عمر في يوليو الماضي، ثم تحدثنا بعد ذلك عن جزء من الآلية في إطارها العام مع الدكتور عبد الكريم الرياني ونائب الرئيس. لم يبقى عليهم سوى أن يوقعوا على المبادرة كما جاءت، وبالتالي نبحث في تفاصيل الآلية لأحد خيارين، إما خيار الذي وضعه الأمين العام أو مبعوث الأمين العام الأستاذ جمال بن عمر، أو ما تم الاتفاق عليه مع عبد الكريم الرياني في الشهر الماضي. ولذلك نحن نعتقد أن المدخل الرئيسي الآن لتنفيذ المبادرة هو أولا التوقيع عليها، أي الاعتراف بأن هذه المبادرة نعم مرجعية الحل السلمي بما اشتملته من بنود. نعم. طيب دعني أشك سيد علي سيف حسن معنا من القاهرة. سيد علي، هل ترى أن الأهم فعلا الآن هو التوقيع على هذه المبادرة أم ضمان آلية تنفيذية فعلا تضمن لشباب الثورة وللمعارضة في اليمن وللجميع، يعني تضمن تفسير واقعي وحقيقي لروحية أو الروح التي جاءت فيها أساسا هذه المبادرة؟ بداية عزيزتي أود أن أنقل تحياتي وتقديري للدكتور ياسين سعد نعمان رجل الدولة الرفيع والقيادي السياسي الكبير، وأحيي دوره الوطني الاستثنائي في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة من تاريخ اليمن. الواقع في اليمن أكثر تعقيد من أن نختار هذه البداية أو تلك. اليوم صنعاء مقسومة إلى عاصمتين، والجيش إلى جيشين، والأحزاب إلى منظومتين، وبالتالي اليمن تنحدر بسرعة من وطن في خطر إلى وطن خطر. اليمن اليوم على وشك مواجهة تحديات صعبة. لا أعتقد أنه بقية أجزاء اليمن مثل الجنوب وصعدة وغيرها مستعدة لتنتظر فترة طويلة إلى أن تتفق النخبة في صنعاء وتغرق في هذا الجدل الشكلي، أيهما أولى الدجاجة أم البيضة.
لا نحن لا نتحدث عن القضية أكبر من ذلك بالضبط. يعني عندما نتحدث عن آلية تنفيذية ضمن المبادرة الخليجية تعاد السيطرة الحكومية على مناطق عديدة في اليمن، وهذا يعني في حال لم يعيد هيكلة الرئيس صالح القوات العسكرية، معنى ذلك أن ابنه وابن أخيه هم من سيسيطروا على المناطق التي ليست خاضعة لسيطرتهم حتى الآن. الموضوع أكثر تعقيد من هذه الصورة المبسطة. مجلس الأمن الدولي اتخذ قرار شامل متكامل، وبالتالي أعتقد أنه على الكل أن ينظروا الموضوع من كل أبعاده. الكلام الذي قاله الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان في آخر حديثه على الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الأخ نائب الرئيس ومع الدكتور عبد الكريم الرياني هو المدخل الصحيح. عليهم أن يسيروا بهذا الاتجاه ويكملوا المسيرة. وهنا أود أن أشير إلى قضية مهمة جدا، لا توجد مأزق بين الشباب وبين القيادة السياسية للأحزاب. نعم. المأزق الحقيقي هو بين الشباب والقيادات الحزبية من جهة، وفرسان الصراع الأسري العائلي من جهة أخرى. هناك سباق محموم بين الطرفين، من منهما يستطيع أن يقود المسيرة نحو الاتجاه الذي يضمن فيه الانتصار. نعم. الأحزاب السياسية مستقبلها في حل سياسي سلمي وتسوية وطنية تاريخية تتجاوز بحيث تكون هذه آخر التسويات وآخر الصراعات وآخر دورات العنف. بينما أطراف الصراع الأسري تحركهم حوافز حقد وأحقاد وثارات شخصية في الطرفين، وبالتالي من مصلحتهم أن ننجر إلى حروب لا نهاية لها. هم الطرفين يعلموا يقينا أنهم خاسرين في كل الأحوال. الأحمر وعلي عبد الله صالح. نعم، وبما فيهم علي محسن الأحمر شريك الأخ الرئيس علي عبد الله صالح والكل، هؤلاء هم يقودوا البلد نحو صراع دموي عنيف لا حدود له. أما الشباب في الساحة والأحزاب السياسية فهم متكاملين يثقوا ببعضهم جدا، وأنا متأكد أنهم يثقوا بالدكتور ياسين والدكتور محمد يدومي وغيرهم القيادة السياسية. طب دعني أسأل الدكتور ياسين سعيد نعمان، أنتم يعني وقعتم على المبادرة الخليجية متسلحون بقرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن يبدو أنكم تقفون عند هذا الحد، يعني لم تستطيعوا أن تتقدموا قيد أنملة في هذا المجال. هل لموقف الدول العربية والخليجية تحديدا من هذا الأمر علاقة ب يعني هذا الجمود الحاصل، وهل لهذا أنتم تقومون بهذه الجولة الخليجية؟ أولا أنا أريد أن أعود إلى النقطة التي أثارها أخي وصديقي الأستاذ علي سيف فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن في الوقت الحاضر. حقيقة نحن عملنا ولدنا نعمل على تجنيب اليمن الوصول إلى ما وصلت إليه، ولذلك قبلنا بالعملية السياسية منذ اللحظة الأولى، العملية السياسية التي تقوم على أساس نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه. ولاحظوا أنا لم نتحدث عن نقل السلطة من الرئيس إلى المعارضة، ولكن تتحدث المرجعية السياسية أو على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه. نعم. مع تسوية سياسية عامة تستهدف بدرجة تجنيب اليمن العنف. نعم. والخروج من هذه المشكلة، هذا الذي عملناه خلال الفترة الماضية، ولذلك جاءت مبادرة الأشقاء في الخليج لكي تشكل مرجعية لهذه التسوية السياسية التاريخية التي عملنا عليها خلال الفترة الماضية. ما الذي تم؟ هذا الذي تم حتى الآن أن طرف من المعادلة السياسية وهي الأحزاب والأحزاب المعارضة وقعت، لكن الطرف الآخر المعني بالتوقيع والمسؤول لم يوقع حتى الآن. عذرا دكتور ياسين حتى لا يدهمنا الوقت، الوقت يضيق علينا، الوقت يضيق علينا، لا أريد أن أقاطعك، ولكن أريد أن أعرف منك، هل أنتم في صدد حشد مزيد من الدعم الخليجي الآن من أجل يعني ربما إعادة إحياء هذه المبادرة التي تبدو عالقة في مكان ما؟ نحن حقيقة قمنا خلال الفترة الماضية بزيارات بدأت من روسيا وانتهت إلى دول الخليج. الهدف الأساسي هو توضيح موقفنا من العملية السياسية بشكل عام. الحكومة ترسل يوميا نفوذ إلى مختلف أنحاء العالم، كان من الضروري المكان أن ننتقل لنشرح الموقف، وبالتالي القضية لا ليست لها صلة بالحشد، ولكن كيف نصل إلى الطريق الذي من شأنه أن يوصلنا إلى تطبيق هذه المبادرة. هذه المبادرة حقيقة إذا أردت أن تكون مرجعية للحل السياسي لا بد أن تكون لديها أدوات من قبل القوى التي وضعتها. أما أن ترمى هكذا ونقول لها اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لن تؤدي إلى أي نتيجة إلا إذا الأطراف الدولية والمجتمع الإقليمي
وهذا ما أسأل عن هذا ما أسأل عن دكتور ياسين، يعني هل لمستم من الدول الخليجية دعما لكم، يعني مدكم بهذه الأدوات التي تحدثت عنها، ربما إعطاء هذه المبادرة مزيد من الوزن يمكنكم من تطبيقها على الأرض؟ نحن قلنا لهم بوضوح أننا لم نكن نرغب أن يذهب الموضوع إلى مجلس الأمن، ولكن مماطرة الجانب الحكومي في التوقيع على المبادرة أوصلها إلى مجلس الأمن. لكن وصولها إلى مجلس الأمن لا يعني تخلي دول الإقليم عن هذه المبادرة، وإنما نعتبر أن قرار مجلس الأمن هو دعم لهذه المبادرة باعتبار أنها هي مرجعية الحل السياسي السلمي الذي يفترض أن يسير عليها اليمنيون. نعم. من هذا المنطلق أعتقد اتفقنا نحن وكل الإخوة الذين قابلناهم في رحلتنا خلال الفترة الماضية، ولا زالت أمامنا بعض الزيارات التي ستتم خلال اليومين القادمين. أنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة. نحن حقيقة تعبنا من المناورة المستمرة من قبل النظام، وأقول هنا بكل وضوح أنه إذا استمر النظام في هذه المناورة فقد يدفع ذلك المجلس الوطني أن يغادر العملية السياسية كلية، ويترك هذا النظام في مواجهة مباشرة مع الشعب. نعم. نحن تحملنا مسؤولية العملية السياسية لكي نجنب بلدنا العنف. نعم. ونجنب التدهور. نعم. دعني أسأل سيد علي سيف حسن هنا. نعم. أريد أن أسأل سيد علي سيف حسن، هل هناك خطورة في انسحاب المجلس الوطني من العملية السياسية كما يهدد السيد نعمان الآن؟ وهناك من يتساءل أليس من الأفضل ربما أن ينسحب، لأنه يعني الأحزاب السياسية التي بين مزدوجين خاوت النظام على مدى عقود عاجزة عن حسم التفاوض معه في هذه المرحلة. عزيزتي، الطرفين بلغا حالة من توازن الضعف. هذا توازن الضعف يمكن كل طرف من منع الطرف الآخر من تحقيق هدفه، لكنه غير قادر على تحقيق هدفه الذاتي. وهذه الحالة أوصلت الطرفين إلى حالة الشلل، ولا أعتقد أن اليمن كيمن كوطن بأبعاده المختلفة مستعد يتحمل أو يقبل استمرار حالة الشلل في صنعاء، وقد يبحث كل عن طريق عن حل لذاته. أما انسحاب المجلس الوطني من السياسة فهذا طبعا غير وارد، كون وجوه يعني انسحابه من ذاته، يعني تخلي عن وظيفته، هو وظيفته سياسية، وهو جزء من الشعب، وهو جزء من هذه الساحة، وهو جزء من الشباب، وبالتالي هي نوع من المساومات السياسية. ولكن كل ما أخشى أن طول المساومات السياسية يعني أنه سيأتوا في النهاية لن يجدوا لا البيضة ولا الدقاقة الذي يختلفون حول أولوياتها. واضح. أخشى أن لا يجدوا البيضة ولا الدقاقة، وأن تذهب الأطراف كلا في شأنه، ويتركوا صنعاء مشلولة تعاني من صراعها ومن دمويتها، ولا يبقى بلد أساسا ليحكمه أحد. شكرا لك معالي السيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية في اليمن. أشكرك أيضا من أبو ظبي الدكتور ياسين سعيد نعمان، عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية. اللجنة القضائية العليا للانتخابات المصرية شطبت عددا من الأسماء عن لوائح المرشحين بحجة انتمائهم إلى الحزب الوطني المنحل، وهو ما غدا يعرف في مصر بقضية الفلول، مسألة أحدثت حالا من الإرباك في صفوف الأحزاب السياسية المصرية،